انغمس في عالم الجنون المائي. هذه المركبات ستأسر قلبك وتثير فضولك، لكن هل هي آمنة؟ تابع لتكتشف الأسرار. تخيلوا مركبة تجمع بين الجيتسكي والكاتاماران. هذا هو كورماران كي 7. بفضل أجنحتها الهيدروديناميكية المتطورة، تتحول هذه المركبة إلى قارب سريع يجمع بين أفضل خصائص الجيتسكي والكاتاماران. عند فتح منصة السباحة ورفع أبواب الجناح الفراشة، تتحول المركبة إلى جزيرة عائمة خاصة بك. المصممون يؤكدون أن هذه المركبة ستحدث ثورة في عالم القوارب، ولذلك استخدموا تقنيات متقدمة للغاية. الهيكل مصنوع من ألياف الكربون مثل سيارات الفورمولا 1، ويمكن تعزيز المحركات لتصل إلى 900 حصان، مما يسمح للمركبة بالوصول إلى سرعات تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. وليس هذا فحسب، بل فكروا حتى في إنتاج نسخة سباق من هذه المركبة الرائعة. بالطبع تأتي المركبة مع ميزات فاخرة مثل نظام صوتي هاي فاي وطيار آلي وتنجيد جلدي فخم، والسعر حوالي 1,700,000 دولار. فريق هانس تيجر لا يقوم فقط ببناء قوارب بتصاميم فريدة، بل يسعون إلى تغيير طريقة تصميم القوارب بالكامل. ولكن هل المشترون مستعدون لهذا التغيير؟ خذوا إكس واحد كمثال، حتى أن مبتكرها شك في وجود طلب على هذه المركبة الهجينة، ومع ذلك أراد عشرات من الأشخاص شرائها فوراً. بشكل مفاجئ، لم تخطط هانس تيجر لإنتاج إكس واحد بشكل جماعي، وكانت تنوي صنع 3 أو 4 فقط. فما هي إكس واحد بالضبط؟ إنها نموذج إبحار ذو سارية واحدة مع هيكل من ألياف الكربون مناسب للرحلات البحرية المفتوحة. تحتوي السفينة على 3 كبائن تستوعب حتى 6 ضيوف للإقامة الليلية، وتتطلب طاقماً من 4 أفراد لتشغيلها. تأتي هذه السفينة الفاخرة بسعر حوالي 5,300,000 دولار. خلال 5 سنوات فقط، من المتوقع أن يتجاوز السوق العالمي للطائرات بدون طيار 67 مليار دولار. هذا يجعلك تتساءل عن المنتجات المبتكرة التي تنتظرنا في المستقبل، خاصة وأن لدينا بالفعل نماذج مدهشة كانت في السابق مجرد حلم. خذ على سبيل المثال المركبة الكهربائية الذاتية التحكم تاكوما إيتاو. هذه المركبة المائية المصممة للاستخدام السطحي يمكنها العمل لمدة تصل إلى 85 دقيقة بشحنة واحدة، وتصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم بها عن بعد في نطاق يصل إلى 600 متر. تحافظ الطائرة بدون طيار على مسافة آمنة من الآخرين، وحتى أنها تعيد نفسها إلى الوضع الصحيح إذا انقلبت بفعل الأمواج. يمكنك طلب تاكوما إيتو اليوم مقابل حوالي 9,000 دولار. هل تخطط لرحلة إلى تركيا العام القادم؟ تأكد من تجربة إيرفيش 8. لقد قامت شركة محلية بطلب 10 مركبات منها، وتخطط لاستخدامها في رحلات سياحية. تحتوي المركبة على 10 مقاعد فقط، ولكن لا تقلق، فسرعتها البالغة 167 كيلومتراً في الساعة تعوض عن ذلك. المدهش أن التحكم في هذه المركبة السريعة يتطلب طياراً واحداً فقط. تعتمد إيرفيش 8 على محرك سيارة، مما يمنحها مدى جيد يصل إلى 555 كيلومتراً في النسخة القياسية، وحتى 1852 كيلومتراً مع خزانات الوقود الأكبر. بالطبع، تتأثر إيرفيش 8 بظروف الطقس، لكنها تستطيع التعامل مع الأمواج التي تصل إلى 3 أمتار، والرياح التي تصل سرعتها إلى 8 أمتار في الثانية دون أي مشاكل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديلها بسهولة لأغراض الشحن أو الطبية أو العسكرية. تعرفوا على مركبة الدفع للغواصين DPC، الجيل الرابع من معدات الغوص السريعة والمدمجة والمتعددة الاستخدامات. لقد تم تحسين هذا الجيل بأداء دفع مذهل يتجاوز 1300 نيوتن، مما يعني أن DPC 4
يمكنها سحب فريق مكون من 6 أشخاص أو حاويات شحن كبيرة. من بين المواصفات المثيرة الأخرى، يمكن لهذه المركبة التسارع حتى 180 متراً في الدقيقة والسفر حتى 60 كيلومتراً بشحنة واحدة. يمكنها الغوص إلى أعماق تصل إلى 80 متراً وتكون فعالة حتى عند استخدامها على السطح. العناية بالبيئة ليست فقط مفيدة بل مربحة أيضاً. على سبيل المثال، نجحت شركة ناكا في بيع جميع دراجاتها المائية الكهربائية. إذا فاتك الشراء لا تقلق، فالشركة تعمل على شيء جديد ومثير. لجعل الانتظار أكثر تحملاً، دعونا نلقي نظرة أقرب على نموذج GT45. هذه الدراجة المائية يمكنها حمل ما يصل إلى 225 كيلوغراماً، مما يعني أنه يمكنك الركوب مع أصدقائك، على الرغم من أن محرك GT45 ليس الأقوى حيث تبلغ قوته 60 حصاناً، إلا أنه يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة. تدوم البطارية لمدة ساعة ونصف ويمكن شحنها بالكامل في ساعتين باستخدام شاحن خاص أو في 6 ساعات باستخدام مقبس كهربائي عادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميمها الأنيق سيبدو رائعاً على مقطورة خلف سيارة تسلا سايبر تراك. تتخصص برافادو ياختس في بناء القوارب السكنية التي تعتبر منازل عائمة على الماء. النموذج المعتاد من سلسلة في يبلغ طوله 24 متراً ويوفر راحة وفخامة لا مثيل لهما. لنلقي نظرة على قارب إنفيكتوس كمثال، هل يتساءل أحد إذا كان المالكون من محبي عطر باكو رابان الذي يحمل نفس الاسم؟ قام المهندسون بتقسيم مساحة المعيشة البالغة 297 متراً مربعاً إلى 5 أجنحة ومطبخين، حمامين وكابينتين. يمكن للقارب استيعاب ما يصل إلى 14 ضيفاً. الديكور الداخلي أنيق جداً لدرجة أنه يمكن أن يظهر في حلقة من برنامج MTV Cribs. أما التصميم الخارجي للقارب السكني فهو فريد من نوعه. معظم القوارب السكنية تشبه الطوب بسبب تصميمها البسيط والموثوق، ولكن برافادو ياختس لم تخف من التحديات واختارت تصميماً بمنحنيات جذابة. بالنسبة للسعر لم يبخلوا أيضاً، يبلغ ثمنه حوالي 2 مليون دولار. هل تبدو لك هذه المركبة كشيء من أفلام الخيال العلمي؟ جليس سبيد، إنها مركبة مائية حقيقية مثالية لعشاق الرياضات المائية. على الرغم من أن تصميمها قد لا يكون انسيابياً مثل النماذج الأخرى، إلا أن جليس سبيد توفر مساحة كافية لشخصين ويسهل التحكم فيها دون الحاجة إلى رخصة أو تسجيل. بالإضافة إلى ذلك، فهي صديقة للبيئة بفضل محركها الكهربائي. ورغم أنها ليست سريعة جداً، إلا أنها يمكن أن تصل إلى سرعات تصل إلى 25 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة كافية لرحلة ممتعة. وبشحن كامل يستغرق ساعتين فقط، تعد جليس سبيد خياراً ممتازاً لنزهة سريعة وممتعة. بعد كل هذا، هل ستغامر بتجربة هذه المركبات المائية؟ أخبرنا بتجربتك إذا قمت بذلك، وشاركوا معنا أفكاركم وتعليقاتكم في الأسفل، وشاركوا الفيديو مع الآخرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من الفيديوهات المثيرة. وداعاً، ونلتقي في مقاطع الفيديو القادمة.